بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع طبعا تعاون المنشآت الصغيرة أو تعاون المعاد من الأمراض المهمة والأمراض القاتلة. يعني حتى بيسموه البي بي آر أو البيسي ديبيتيز ديبيتيز رومانتي. بي بي آر ده مسمى فرنسي. مع إن المرض ده ما دخلش فرنسا عمره. لكن هو سموه اسمه فرنسي ليه؟ لأن مين اللي اكتشفه؟ اكتشفوا الناس الفرنسيين في المستعمرات الفرنسية في أفريقيا. تمام؟ فالمرض بي بي آر اختصار لبيسي ديبيتيز رومانتي. فده بنقول اسم فرنسي. ده طبعا يهمنا في هذا المرض ايه؟ مسببه ايه؟ لان احنا قلنا تحكم اي مرض يشمل اكتر من حاجه. اول نقطه اللي هي المسبب. المسبب زي ما احنا شايفين في عيله من الفيروسات بيسموها باراميتر. تحتيها في جينوس بيسموها موربيلي. هو جينوس موربيلي دي تحتيها اكتر من الفيروس. يعني انا ما اقصدش عدد الفيروسات بس ايه؟ يعني تحتيها الفيروس بتاع الحصبه بتاع الادميين وفيروس بتاع الحصبه بتاع الكلاب الديسمبر. وتحتيها الفيروس بتاع تعرض المشترات الكبيره. تمام؟ والحمد لله يعني دلوقتي العالم متخلص تماما من مين؟ من طاعون المنشآت الكبيره، وبقى ان شاء الله ما ربنا يسهل كده ونقدر نتخلص من مين؟ من طاعون المنشآت الصغيره. الفيروس ده من الحاجات المهمه جدا اللي هتنفعنا بعد كده ان سهل التكسير، يعني ده في 3 ساعتين يتكسر. ده مهم في التحكم. الحاجه الثانيه، انت لو عندك مثلا ذبيحه والفيروس موجود فيها البيتريفاكشن او التحلل ده، التحلل ده بينتج عنه حاجات تكتيك كتيره، التحلل ده بيخلي الفيروس يتكسر. فمن الحاجات المهمه ان الفيروس طاعون المنشآت الصغيره من الفيروسات اللي على سهله التكسير. وعشان سهله التكسير دي مهم جدا لما ابعت العينات، لما ابعت عينات مثلا لمعمل، تمام؟ المفروض في مرض طاعون المنشآت الصغيره اما اخد عينات ما اخدش عينات كده اهو واحفظها مثلا مسافات طويله، هتتكسر. تمام؟ الحاجة الثانية إن الفيروس عشان ينتقل من مكان لمكان على فكرة، يعني ما ينفعش إنه ينتقل مثلا من إيه؟ من المنطقة دي للمنطقة اللي هناك، يمكن داخل الغرفة دي سهل جدا الفيروس ينتقل، لكن لمسافات طويلة لا ينتقل هذا الفيروس، فمهم جدا طبيعة هذا الفيروس. الفيروس على فكرة هو عزل منه 4 لينج أو 4 أنواع، أفريقيا فيها 3 وآسيا فيها 1، وعشان كده إحنا بنقول هذا الفيروس او الموربيلي فيروس ده يعني التحصين بتاعه من الحاجات المهمه جدا ليه، ويفضل التحصين يكون من مين؟ من العتره اللي هي معزوله من مين؟ من المنطقه. لان مثلا احنا قلنا هذا المرض موجود فين؟ موجود في افريقيا، موجود في اسيا. تمام؟ هم دول المنطقتين، مش موجود في اوروبا. الحاجه برضه اللي عايز اقولها، المرض ده يعني هم الناس كلها تضافرت كده اهو لمين؟ للقضاء على مرض طاعون المنشآت الكبيره. لكن جوف طاعون المنشآت الصغيره العالم تحس انه متكاثر كان ناحيته. لسببين. اول سبب ان كان طاعون المنشآت الصغيره ده بيجي لمين؟ قال لك هيجي الاغنام ويجي الماعز. كانوا بيعتبروا الماعز والاغنام من الدرجه الثانيه. انما البقر والجاموس هي بسم الله ما شاء الله دي اللي يقول لك اللي نركز عليها. فده سبب رئيسي. السبب الثاني ان مرض طاعون المنشآت الصغيره ده موجود فين؟ موجود في افريقيا وموجود في اسيا. ولا راح امريكا ولا راح اوروبا. عشان كده اول ما ظهر وباء حصل في المغرب سنه 2008، وانتوا عارفين المغرب واسبانيا والتجاره المستقله بينهم، اول ما بدا وصل حصل كانت اول وباء تحصل في المنطقه دي ظهر في المغرب سنه 2008. كل دول اوروبا ابتدت بسرعه تجري تتكلم عن مين؟ عن طاعون المنشآت الصغيره. ليه؟ خوفا من انتقال المرض من افريقيا لمين؟ لاوروبا. فده اللي خلى المرض يعني الناس كلها ركزت على طاعون المنشآت الصغيره، طاعون المنشآت الكبيرة، وأهملت شوية مين؟ طاعون المنشآت الصغيرة. إيه الحيوانات اللي تاخد هذا المرض؟ مش هكتر برضه في الكلام فيها، اللي عايزين نقوله فيه، إن المرض ده يجي للماعز رقم 1، يليه الأغنام. الأفقار والخنازير تاخد عدوى ولا يظهر عليها أي مرض. الجمال برضه نفس الطريقة، تعامل معاملة مين؟ يعني الجمال اللي عندنا دي تعامل معاملة الأفقار، يعني تاخد المرض تمام؟ وما يبانش عليها مين؟ اي اعراض. لكن هنا في المملكه كانوا عملوا عدوى تجريبيه في الجمال، لقوا ان 90% من الجمال ما تاخدش العدوى، يعني تاخد عدوى ايه؟ عدوى تحت كلينيكيه، ولو جزء بسيط منها هو اللي يدي اعراض، بس اعراض بسيطه تخف بسرعه. اللي عايز اقوله ان المرض موجود في المملكه ولا مش موجود؟ دي النقطه دي عايزين نوصل لنقطه رئيسيه. المرض ده بدايه عزل، عشان احنا هنا اتفقنا عشان اقول المرض موجود او مش موجود لازم اعزل مين؟ الفيروس. الفيروس عزل في المملكه سنه 90 وسنه 2002. تمام؟
سنه 1990 وسنه 2002 تم عزل مين؟ فيروس طاعون المنشورات الصغيره. المرض ينتقل ازاي؟ انا اصلا ينتقل ازاي الغرض من ناحيه بس ايه؟ ان انا لا قدر الله لو حصل في مزرعه عندي ما ينتقلش للمزرعه الثانيه. احنا قلنا لما الفيروس يتكسر بسرعه، فطالما الفيروس يتكسر بسرعه المفروض اعمل ايه؟ المفروض اما اجي اتحكم في المرض انا عندي حيوانات مريضه وحيوانات مين؟ سليمه. المفروض ابعد الحيوانات السليمه عن الحيوانات المريضه لفتره لمسافه كام؟ مش اقل من 10 متر. يعني مثلا واحد يقول لك انا عندي الشركه دي في حيوانات، الشركه الثانيه ده لازم يكون بعيد عنها مسافه لا تقل عن كام؟ عن 10 متر، لان احنا قلنا الفيروس بيتكسر بسرعه، فعشان يتكسر بسرعه فمن وسائل التشخيص من وسائل الوقايه ان انا اعزل السليم بمسافه لا تقل عن كام؟ عن 10 متر، غير فيروس زي مثلا زي فيروس الحمى القرعيه، فيروس الحمى القرعيه ممكن يمشي 300 كيلو. يعني تلاقيه موجود النهارده في لا قدر الله في منطقه هنا تلاقي مسافه بعدها 300 كيلو، الحمى اللي هو مين؟ الحمى اللي هو الاف ام دي، لكن هذا المرض فيروس ضعيف يتكسر بسرعه، فانا عشان كده لو هعزل الحيوانات المسافه لا تقل عن 10 متر، ودي النقطه الرئيسيه. برضه النقطه الثانيه اللي عايز اركز عليها ان المرض ده الحيوان اللي يطيب ما يبقاش حامل المرض. يعني غير امراض ثانيه. الحيوان يطيب ويبقى حامل المرض، لكن في طاعون المنشورات الصغيره الحيوان اللي يطيب ياخد فيرم اميونيتي، يعني ياخد مناعه كويسه جدا، مناعه قويه تحميه، ولا يظل ما يبقاش حامل المرض تماما. ايه مشكله طاعون المنشورات الصغيره؟ مشكلته انه بيخش ينقي حتتين في الجسم، يا العقد الليمفاويه يا الامعاء. عشان كده لو ده ما يخش في العقد الليمفاويه بيعمل نقص في المناعه، لان بيعمل حاجه بيسموها بيون ديستراكشن، بيكسر كل الليمفوسايت. عشان كده لو حد عندكم في المختبر وشك ان الحاله دي من وسائل التشخيص برضه شك ان الحاله دي احتمال تكون من مرض طاعون المنشورات الصغيره، الف ب ان ياخد عينه دم ويحطها في الجهاز الكوتر كاونتر ده ويشوف معدل كرات الدم مين الليمفاويه، هيلاقوا فيه ليمفوبينيا. فدي من الحاجات المهمه جدا، لان هذا الفيروس بيكسر كرات الدم مين الليمفاويه، كرات الدم البيضاء اللي هي الجزء منها الخلايا الليمفاويه، وعشان كده جت نقص المناعه. المرض ده تلاقي ممكن حيوانات عندها مرض، عندها طفيله دم ومش باين عليها المرض، من اول ما ياخد هذا المرض تلاقي طفيله الدم بانت ليه؟ لان هذا المرض بيقلل المناعه. الحاجه الثانيه احنا قلنا الفيروس يخش على دي، يخش على مين كمان؟ يدخل على الاعضاء الجهاز الهضمي، يعمل التقرحات ويعمل الاسهالات. فالغرض ده عشان التشخيص مهم جدا عينه الدم عشان اشوف الليمفوبينيا او العدد القليل بتاع كرات الدم الليمفاويه. نسبه الاصابه لو دخل مزرعه ممكن يسيب المزرعه كلها 100%، لكن معدل الوفاه او المورتاليتي ريت بتاعتها تتوقف على مين؟ هل المرض موجود في المزرعه ولا لا؟ هل الحيوانات بتاعتي عندها مناعه ولا ما عندهاش؟ يعني الحيوانات بتاعتي اول مره يدخلها المرض هتلاقي كله يجيله المرض وممكن يكون كله يموت. لكن لو الحيوانات بتاعتي عندها مناعه نتيجه عدوى سابقه هتلاقي مثلا 20% يموتوا. لو المزرعه متحصنه كويس جدا يعني كل الحيوانات واخده تحصين ممكن ما يظهرش المرض فيها خالص. ليه؟ لان التحصين قوي ويصد عن هذه العدوى. فتره الحضانه ما يمكن انا يعني عايز اقول فتره الحضانه سبب. زمايلنا الدكاتره اللي شغالين في المحاجر انا جاي لي بط او غنم من بلد فيها مرض طاعون منشورات صغيره. مهم جدا اعرف فتره الحضانه دي عشان اقول انا داخل الحيوانات بتاعتي بعد فتره كام؟ لان هو المفروض اي حيوان جاي من بلد فيها طاعون منشورات صغيره المفروض الحيوانات اللي انا استوردتها دي احطها في الحجر البيطري لفتره لا تقل عن كام؟ عن 21 يوم. ودي مهم جدا ان انا لو مثلا مش عايز ادخل المرض البلد بتاعي لازم اعمل حجر بيطري كويس جدا، والحجر البيطري يبقى خارج المملكه طبعا على الحدود، واخلي الحيوانات لفتره 21 يوم، اخليها 21 يوم لان الحيوانات دي لو جايه في فتره الحضانه لا يظهر عليها المرض. فمهم جدا دي في التحكم في المرض او منع دخول المرض ان انا اعمل حجر بيطري لفتره لا تقل، هو فتره الحضانه ما بتزيدش عن 10 ايام اخرها، لكن الاو اي اي او منظمه الاوبئه مكتب الاوبئه والصحه العالميه زودها شويه عشان تبقى احنا في فتره الامان. الصوره الحاده انا مش هتكلم برضه فيها كتير. عرض مرض ايه اللي يخلينا اقول ان المرض ده او الحالات اللي قدام دي احتمال يكون عندها طاعون منشورات صغيره؟ سهله جدا، طبعا الحراره العاليه دي ما فيش خلاف فيها. الحاجه الرئيسيه اللي تجذبني عدل ابص على الجهاز التنفسي. يعني انا مش هقول الاعراض بالترتيب بس انا عايز اشوف ان احنا بنشوف في الحياه. تبص تلاقي حضرتك الاعضاء التنفسيه دي التهاب رئوي شديد. تلاقي في التهاب رئوي في افرازات تصل الى افرازات صديديه نازله من الانف، تلاقي العيون من العين نازله برضه فيها افرازات صديديه، تلاقي فيها اسهالات شديده، تلاقي فيها ايه؟ حالات نفوق في خلال من 5 الى 10 ايام. تمام؟ عشان كده المرض ده يتشابه مع
كل الحاجات اللي تعمل اعراض تنفسيه زي اعراض الرمح او التهاب التسمم الدموي. طبعا دي الحاجات اللي حضرتك كان الدكتور ابراهيم عرضها في الفيديو. بسم الله ما شاء الله كان الفيديو موفق لو كان عرض في الاول، لان يشمل حاجات التارجت بتاع المرض. طبعا الهبوط مع الاسكالات، طبعا الهزال الشديد، طبعا اللي هو الفظاظات الانفيه والفظاظات والعين اللي تبقى مقفوله ولدرجه انها ساعات بتتقفل، وطبعا الالتهابات اللي في العين مع الفظاظات الصليديه، وطبعا التقرحات والتقرحات في الفم والاسكالات. تمام. في حاجه بس عرض يمكن عشان بس المرض ده ما يشتبهش معكم في مرض تاني. في مرض اخدتوه في عريضه اكيد شفتوه كتير، اللي هو بيسموه الكونتيجيوس باسترد درماتايتس، او بيسموه مرض اورف. مرض اورف بيعمل ايه في الحيوان؟ يقدر يجي يعمل الحيوانات الصغيره ويعمل خشوب شديده في المنطقه دي، ويخلي الحيوان ما يعرفش ياكل ويموت. تمام؟ المرض ده في بعض الحاجات منه ممكن تلاقيه في الصوره الاخيره منه، تلاقي عمل بعد النديولز او بيسموها الايه؟ العقد في المنطقه دي. فعشان كده برضه المرض ده عشان ما يحصلش فيه ميس دياجنوز او تشخيص خاطئ بينه وبين مين؟ وين المرض اللي احنا قلنا عليه اللي هو المرض اورف. مرض اورف اول واخره الحته دي. لكن هذا اعراض كتيره خالص بجانب مين؟ بجانب القرح دي او النديولز دي. التشريح المرضي، التشريح المرضي اكتر حاجه نركز عليها لما اذبح الحيوان لازم اركز على ايه؟ هشوف في قرح ولا ما فيش؟ تمام؟ محتويات القناه الهضميه في اسهالات ولا لا؟ الاقي فيها بطعم في محتويات سائله. الاقي اهم حاجه اللي بيسموها الزبرا ستريبنج، الاقي الجزء بتاع الامعاء الغليظه كلها فيها احتقانات شديده، مديها شكل الحمار الوحشي، ودي من الحاجات المميزه. بس ما لو لقيتها على فكره ما اقولش ان ده طعام مشترات صغيره، لا ده عرض يعتبر ايه؟ يدينا الطريق ان احتمال يكون، لكن هذا العرض ليس عرض مميز، لان يعني احنا شفنا اعراض كتيره جدا وفين هذا العرض. تمام؟ وما طلعش طعام مشترات صغيره. فاحنا بنقول ده وجوده يعتبر جايد استرشادي وليس علامه مميزه. وطبعا ده الشكل هو اللي بنقول الاحتقان الشديد في الجزء بتاع الامعاء اللي بيسموها الزبرا السلمي. السامبل مهم جدا العينات. انا باخد عينات عينات هاخدها عشان اشخص طعام المشترات ابعتها مختبر. عايز نوعين، يا اما عايز عينات ابعتها عشان اعزل الفيروس، يا اما عايز عينات اخدها عشان اعمل مين؟ اعمل الاختبارات المصريه. الاختبارات المصريه سهله، ان انا اخد عينه دم. احنا قلنا يفضل عينه اول ما يظهر المرض، وعينه بعد كام؟ بعد مينيموم 21 يوم، ما اخدش قبل كده، واشوف الزياده في التتر بين دي ودي، واقول ان في عدوى حديثه عشان اقدر احدد ان دي عدوى حديثه، هو اللي موت الحالات دي هو هذا المرض. وده عينه مين؟ عينه مصر. تمام؟ او سيرم. لو عايز اخد عينه عشان اعزل الفيروس، اعزل الفيروس منين؟ لو سألتكم كنا احنا قلنا في الاول، قلنا الفيروس ده بيحب حتتين في الجسم، العقد الليمفاويه او الحاجات الليمفاويه ومحتويات القناه الهضميه. فعشان كده الحاجات الرئيسيه فيها اللي هي ايه؟ اخد مين؟ اي عقد ليمفاويه، ويمكن العقد الليمفاويه يفضل اخد العقد الليمفاويه المرتبطه بالاصابه. يعني ايه؟ شلون المرضى بيعمل التهاب رئوي؟ يبقى ياخد البرونكيال او البيدستاينيا ليمفلود. العقد الليمفاويه المغذيه من الرئه دي 10 على 10 برضه نفس الطريقه. يمكن سمعت عن الغده الليمفاويه المصاريقيه او بيسموها الميزنتريك ليمفنود. ما اعرفش حد فيكم شرح اكيد مرض جونز. الحيوانات اللي بتموت من مرض جونز على فكره ابقى مشرحها كده، بتلاقي بسم الله ما شاء الله في عقد ليمفاويه في البطن كبيره كده، هي اللي بيسموها العقد الليمفاويه المصاريقيه. بتبقى متضخمه في مرض جونز وتبقى متضخمه في هذا المرض. تمام؟ فاحسن اماكن ابعادها للمعمل الغدد الليمفاويه المصاريقيه اللي بيسموها الميزنتريك ليمفنود، او العقد الليمفاويه الميدستاينال اللي هو الموجوده في الرئه دي، من احسن مكان. الحاجه الثانيه مين؟ الطحال او الاسبرين. الحاجه الرابعه مين؟ الرئه. يبقى انا قلت اربع، لو عايز اعزل الفيروس من انسجه اخد مين؟ اربع حاجات، عقد ليمفاويه مصاريقيه، وعقد ليمفاويه رئويه، والطحال، ومين؟ والرئه. واخد كمان لو عايز اعزل كمان كان ممكن اعزل من الدم. تمام؟ الدم اثناء فتره ارتفاع الحراره، مش انخفاض الحراره، اثناء فتره ارتفاع الحراره الفيروس موجود. بقى خمس اماكن كده. تمام؟ الحاجه الثانيه في ناس تقول لك ايه؟ هناخد من الافرازات الانفيه او الافرازات العينيه. لو عايز تاخد من الافرازات دي في بدايه المرض، لان احنا قلنا المرض ده بيعمل افرازات، بتبقى في الاول افرازات مصليه، بعديها بيوم او ثاني يوم تلاقي الافرازات المصليه دي تحولت لمين؟ تحولت لافرازات صديديه. بقى في بايوجينيك مايكرو اورجانيزم، بقى في بكتيريا قضت على الفيروس.
فاحنا بنقول الاماكن المحببه او المستحبه للعزل الخمس اماكن اللي احنا قلنا عليهم في الاول. لو انا عايز اخد عينه عشان اعزل الفيروس، اما احب ابعتها المعمل يفضل ابعتها على ثلج، ما اخدهاش احطها في الفريزر. الفيروس ده من الفيروسات الضعيفه جدا، عشان كده انا لو حطيتها في الفريزر بمجرد ما احطها في الفريزر اما اجي افكها، انت عارفين الحاجه ما تخش في الفريزر بيحصل لها فروديفيكيشن، يعني تتجمد. اما اطلعها من الفريزر بتفك. الفك ده اسمه ساونج، الساونج ده بيكسر فيروس، عشان كده مستحب لو انا واخد عينه عشان اعزل الفيروس احطها على مين؟ على ثلج حواليها، ما احطهاش في مين؟ ما احطهاش في دي فريزر، عشان الساونج بيكسر الفيروس. الحاجه الثانيه لو انا عايز العينه اخدها عشان اعزل عشان اعمل منها فحص نسيجي احطها على فورمالين 10%. ده بالنسبه للعزل. يبقى احنا قلنا العينات ايه؟ العينات الطبيعيه اللي اخدها ابعتها للمختبر، وقلنا طريقه نقلها يا اما على فورمالين لو انا اعملها عشان هيستوباثولوجي او تشريح مرضي عشان اعمل شرايح او عشان اعزل الفيروس، يفضل اخدها على ثلج ويفضل احطها في محلول اساتذتها في فيروسات في ماده اسمها الفوسفيت بافر سلايم، ماده كده مجهزه بيحطوها كميديا يسموها زي الترانسبورت ميديا، ميديا ناقله مش اكتر من كده، وما يحطوش في الفريزر لازم في مين؟ في الثلاجه. تشخيص اي مرض اللي ساعات احنا متفقين عليه، اي تشخيص اي مرض مش هتكلم فيه تاني، لكن عايز اركز على انهي اختبارات. في اختبار بيسموه اللي هو البي سي ار، اختبار سلسله عديد عديد البلمار. الريال تايم بي سي ار او الريفرس ترانسكريبت تيست بي سي ار، دي الحاجات كويسه جدا تقول لك ان ده هو الفيروس، تمام؟ او ان انا في حاجه بيسموها الميون كابشر الايزا، يعني الايزا والبي سي ار ده بيدور على مين؟ على الفيروس. دي من الطرق الرئيسيه في مين؟ في التشخيص. لقيت الفيروس 10 على 10 تمام؟ لكن في اختبارات سيرولوجيه او اختبارات مصريه اللي احنا قلنا عليها ده الاجار جيل اللي هو التشتت في الاجار ده او الكومنت فيكسيشن اللي بيسموه التثبيت المتممه، دول اختبارين اختبارات مصريه بتدور على مين؟ بتدور على اجسام مناعيه. دول مشكلتهم في حاجه زي ما احنا قلنا ان هي ما تقدرش تفرق بين التحصين وبين مين؟ بين التحصين وبين العدوى الطبيعيه، عشان كده لو هستخدم دول لازم اعمل مين؟ اعمل عينتين. ديفينشن دايجنوز، انا ما همش يعني مش عايز اطلع عليكم بس عايز اقول نبذه عن الامراض دي وامراض الغنم والانعاد دي، يعني انا شايفها مهمه صراحه بحيث ان احنا نقدر نفرق بين هذا المرض والامراض الثانيه. يعني مثلا يعني المرض ده يتشابه معانا في مين؟ في مرض اورف. مرض اورف طبعا معروف ان مرض اورف غالبا يجي للصغار، نادرا يجي للكبار. ويجي لو رجل الصغار بيجي فين؟ يعمل الحتت دي قشور في المنطقه اللي حوالين الفك بتاعت الماوس. دي معظم 90% من صور مرض اورف تدي الشكل ده. لكن في صور نادره وخبيثه بيسموها صوره خبيثه من مرض اورف، تلاقيها تخش وتعمل قرح في الفم تتشابه معك مع هذا المرض. تمام؟ لكن احنا قلنا مرض الطاعون المنشطات الصغيره ما يميزه اكتر من حاجه، الالتهاء غير بجانب التقرحات، الاسهالات. مرض اورف ده اول ما يعمل اسهالات، تمام؟ المرض بتاعنا يعمل اسهالات. مرض اورف بقول لك اللي الصوره الخبيثه هتلاقي صوره قليله، انما بتاعنا ما بيموتش كثير، انما احنا بتاعنا بسم الله ما شاء الله لو دخل قتال اول مره يموت بصوره، هم يتشابهوا بس في الصوره الحميده، لكن الصوره الخبيثه نسبتها قليله جدا. وبرضه مرض اورف بقول لك يعني 90 او 95% للصغار، مرض طاعون المنشطات الصغيره يشيل القطيح كله صغير وكبير. مرض اورف على فكره لو جاله الكبار على فكره ما تلاقيش في الفم، لا في حوالين الضرع، نتيجه الصغير وهو بيرضع كده بينقل العدوى من المنطقه دي للضرع بتاع البتاع بتاع امه. فلو جاله الكبار ما يجيش الا في الضرع. الشيبوكس اللي هو الجدري. الجدري طبعا تشخيصه في صوره خبيثه من الجدري على فكره تعمل اعراض تنفسيه شبيهه تماما بالمرض بتاعنا، لكن مع اختلاف الصوره. مرض اللي هو الجدري ده لازم تلاقي فيه اللي هو صح زي ما حضرتك بتقول اللي هي مراحل الجدري اللي هي الحويصلات والفيزيكال والبابيول والمجهول، تلاقي الجسم بتاعه مليان. لو رفعت الديس كده بتاع الغنمه تلاقي الجلد مليان مليان مراحل الجدري، تمام؟ الجدري ما يعملش اسهالات، المرض ده بتاعنا ده يعمل اسهالات، تمام؟ لو فتحت منطقه اللي هو المناعم بتاعت الحيوان اللي في الجدري تلاقي منطقه الضلع المنطقه دي مليانه الافات بتاعت الجدري، المرض بتاعنا ده ما فيش افات جلديه. متفقين؟ لكن يتشابه في مين؟ في الاعراض التنفسيه، لان في صوره خبيثه تعمل هذا الكلام. نفرقها بين ده بالاعراض الجلديه. المرض الثاني اللي هو الكونتيجنت كبراين بالنيورو نمونيا اللي هو ابو رمح. ابو رمح احنا قلنا يمكن قلنا حاجه بسيطه جدا. ابو رمح ما يعملش اسهالات. ابو رمح ما يعملش تقرحات في الفم،
المرض بتاعنا ده من الحشيش دول. ابو رمح لو انا عملت تشريح مرضي يمكن من واحد من كتر الحالات اللي شافها في القفيل، لو عملت تشريح مرضي كده ابو رمح لما تشوف الحاله اول ما تفتح القفص الصدري ابو رمح عيل كده تمام؟ نعمل مسار غلط، نحن نقول ابو رمح، احنا قلنا نقول اشتباه ابو رمح تمام؟ من الالتصاقات والحاجات، فدي علامه تعتبر علامه مميزه لابو رمح. اللي هو مرض اللي هو البلو تانك، اللي هو مين ده؟ اللي هو اللسان الازرق. اللسان الازرق او البلو تانك ده عباره عن ايه؟ اعراضه تلاقي بسم الله ما شاء الله الدماغ ديت كده فوق. الحاجات المميزه ليه؟ وزمه شديده كده في الدماغ تمام؟ وتلاقي فيه عرج، وتلاقي فيه اشهاضات تمام؟ وتلاقي فيه تشوهات جنينيه. واللسان يعني مش هقول لك الكلام النظري، يقول لك تلاقي اللسان ازرق. لقيت اللسان ازرق ماشي، ما لقيتوش مش مشكله، مش في كل حالات اللسان الازرق لازم الاقي اللسان كونجستد وبلاك وازرق ومتدلج كده، لا مش شرط كده. لكن هو اللي يميزه ايه اللسان الازرق؟ يميزه لازم تلاقي فيه عرج، لان لو انت مسكت في الحيوانات تلاقي عند منطقه البوف كده تلاقي فيه خط احمر كده، التهاب شديد في المنطقه دي. فالعرج مميز لمرض اللي هو اللسان الازرق. المرض بتاعنا ده ما فيه عرج من اساسه، يبقى الانتفاخ، العرج تمام، الاشهاضات، التشوهات الجنينيه، ده مميزه لمين؟ للطاعون، للسان البروتانك، للسان الازرق. الحمى القرعيه، الحمى القرعيه برضه من اهم ما يميز الحمى القرعيه في الاغنام العرج. يعني يمكن هي مش عايزه اقول لكم تلاقي حيوانات فيها عرج وما فيهاش اي مشاكل في الفم. فالعرج ما فيها اسهالات خالص. يعني كفايه العرضين دول. التسمم الدموي اللي هو اتش اس، الاتش اس ده او الباسترولوز اولها واخرها تمام؟ تلاقي مشاكلها كثيره جدا في الرئه، لكن عمرها ما تعمل مين؟ عمرها يعني ما في حد شاف حالات باستريلا فيها تقرحات في الفم، واحنا قلنا هنا رقم واحد في المرض ده لازم تقرحات في الفم. مهمه جدا. الاسهالات برضه نادرا كده تلاقي فيها اسهالات، الحالات النادره، لكن هو الاصل فينا اللي هو التقرحات، ما فيش تقرحات. دول معظم الامراض اللي ممكن تتشابه معانا. العلاج انا مش هتكلم فيه لانه كله علاج اعراضي، المرض ده مرض فيروسي، انا اللي هديه مجرد ايه علاجات موضعيه، يعني في اسهالات ادي جرعه قابضه للاسهال، ادي مضاد حيوي عشان مين عدوى الثانويه، ادي مضاد التهاب عشان الالتهابات الموجوده، احط الحيوان في مكان كويس، كل ده علاج اعراضي وليس علاج نوعي، اوكي؟ وطبعا احنا بنقول شده كل ما زادت، يقول لك ان الناس اللي شافت المرض ده قالت معدل الشفاء يتناسب مع مين؟ مع مدى الاورال ليجن او الافات اللي موجوده في الفم، كل ما زادت الحده بتاعتها كل معناها ان بيت بروجنوزس، يعني علامه غير مبشره، انما كل ما قلت الحاجه دي معناها ان علامه مبشره. يعني اقول نقطه بس بالنسبه للتحصين، هو اي مرض على فكره من الامراض، يعني في علم الفاكسيولوجي وعلم التحصينات يقول لك انا لو انا دخلت تحصين حي في اي بلد معناها ان انا اجزمت ان البلد دي فيها مين؟ فيها مرض. يعني عشان بس ما حدش في النقطه دي نبقى واضحين فيها. احنا دلوقتي موجود في المملكه عندنا الحمد لله تحصين مضاعف حي. التحصين ده من الحاجات الكويسه جدا تمام؟ طبعا مهمش انا بصيت على حاجه بس هنا جذبت انتباهي ان حاجه اثريه، كان زمان يقول لك بنستخدم تحصين طاعون المنشورات الكبيره، كان بيستخدموه في التحصين زمان، كان يدي مناعه ضد المرض بتاعنا ده، لكن دلوقتي ممنوع منعا باتا في العالم كله نستخدم تحصين طاعون المنشورات الكبيره في تحصين المرض ده، لان دلوقتي الحمد لله العالم اثبت ان العالم كله خالي من مين؟ من طاعون المنشورات الكبيره. فالصغيره دلوقتي عشان استخدم تحصين لازم تحصين محضر من العتله بتاعت المرض. لو انا هستخدم تحصين، التحصين ده ابدا التحصين عند عمر كام؟ الحاجات المهمه عشان نتحكم في المرض، يعني لو بدات التحصين يفضل ابدا عند عمر 6 شهور. واكرره كل سنه. وهو يفضل طبعا على حسب البامفلت او البروشور اللي مكتوب في التحصين، يعني المملكه مطلعه التحصين مطلعها ورقه ورقه، مش عيب ان انا اقراها واقرا المواصفات بتاعتها، وبرضه ما اجي اعالج اي دواء ما اقعدش من دماغي، لا اشوف الدواء والشركه قايله ايه. دي نقطه مهمه. يبقى حصل عند عمر 6 شهور واكرره بعد كام؟ اكرره سنويا. دي نقطه. لو في واحد استعجل وقال لك انا حصل عند عمر 3 شهور. هل ينفع؟ ينفع. بس في مشكله في ايه؟ المشكله انه في حاجه بيسموها الماترنال اميونيتي. الحيوان لو امه محصنه، امه محصنه بينزل الاجسام المناعيه اللي تحمي الصغير ده، بتنزل فين؟ في الصرصور، بتحمي الصغير. فانت لو انت حصنت في الفتره الصغيره دي هيحصل تعادل، يبقى انت ضيعت ايه؟ الماترنال اميونيتي، ضيعت جزء، يبقى انت بقيت حصل تعادل، بقى عندك حملان صغيره ما فيهاش مناعه من اساسه.
فعشان كده يقول لك ايه، لو انت حصان في عمره اقل من 6 شهور اكرر تاني ايه وزن 6 شهور، يعني ادي جرعه بعد 3 شهور بعد 4 شهور بعد 6 شهور لازم ادي جرعه ثانيه بيسموها بوستر دوز او جرعه منشطه، وبعد كده اديها بصفه سنويه. فمهم جدا التحصين عشان الحيوان يستفيد. الحيوان اللي جاي من امه محصنه اديها جرعتين، يعني لو امه محصنه لو حصنت قبل من اقل من 6 شهور ادي جرعتين، لو حصنت بعد 6 شهور ادي جرعه واحده وكررها بعد سنه. الغزلان على فكره ليه اثناء حدوث المرض مرض اللي هو طعام المنشطات الصغيره لقيوا ان هو الغزلان اللي فيه حدائق الحيوان اللي فيها حدائق الحيوان بتصاب بالمرض، يبقى كده الغزلان معرض للمرض. فيفضل ان انا يفضل صراحه احصن الغزلان مع اعتبرها تبع الحاجات اللي هي مهمه جدا. فحته تحصين الغزلان دي من الحاجات المهمه جدا على فكره اللي يجب ان نتجاهلها، تحصين الغزلان في حدائق الحيوان لان تعتبر مصدر لين للعدوى. انما حصن الاغنام وحصد الماعز وخلص الموضوع على كده لا، يفضل الحيوانات البريه. الكلام اللي عايز اقوله اخر حتتين دول ما ياخدوش فتره كبيره، لو مرض عندنا حصل في منطقه اعمل ايه؟ يفضل طبعا في مرض مصادر فيها المرض اقفل المنطقه طبعا، ما ادخلش حيوان وما اطلعش حيوانات، دي مهمه جدا. تمام، ابلغ الوزاره اقول لهم انا عندي اشتباه كذا. تمام، لو في البلاد اللي فيها المرض مستوطن اعمل ايه؟ الحيوانات اللي احنا قلنا المريضه والسليمه يفضل اعزلهم. تمام، والعزل احنا قلنا المسافه لا تقل عن كام؟ عن 12 متر، اعقم كويس. الفورمالين يستخدم في التعقيم، في التعقيم، الفينول يستخدم في التعقيم، في حاجه اسمها صوديوم هيدروكسيد يستخدم في التعقيم. اقفل الاسواق طبعا، حته الطلوع والخروج دي مهمه جدا. لكن لو ظهر المرض في منطقه ما فيهاش المرض، ألف به ان انا اقفلها واتخلص من كل الحيوانات المريضه والسليمه زي ما بريطانيا عملت. لكن في بلادنا احنا الكلام ده ما ينفعش. تمام، احنا نمشي على الطريقه الاولانيه. اخر حاجه اللي هي بالنسبه للتحصين، التحصين احنا قلنا التحصين ده فعال وهو فعلا من احسن الحاجات، بس يستخدم بطريقه صح وبكميه كافيه ان نحصل كل الحيوانات. تمام، التحصين مشكله التحصين في ايه؟ ان ما اعرفش افرق بين مين او الحاجات الحديثه الناس بتعملها في التحصين. في حاجتين دلوقتي العالم كله بيشتغل عليهم. تمام؟ ان هو يطلع فاكسين معلم يسموه ماركر فاكسين، بحيث ان انا التحصين ده اما احقنه في الحيوان وما اجي اعمل اختبار مصري يقدر الاختبار المصري يقول له اه ده الاجسام المناعيه دي نتيجه التحصين والاجسام المناعيه نتيجه العدوى. تمام؟ فدي هو بيسموه الابديتنج او الحاجات الحديثه في الحم في المرض اللي ده، ان هو يطلع اسمه تحصين معلم يستطيع التفريق بين المرض ده بين المرض وبين ايه؟ الاجسام المناعيه بتاعت ايه؟ بتاع التحصين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان يحاول دلوقتي احنا عارفين مدى خطوره الجدري، جدري في الاغنام قاتل بيعمل عضه نفسيه وفي الاستغلال بيموت. فبيعملوا دلوقتي تحصين، التحصين ده يشمل اللي هو الفيروس بتاع الجدري الكابري بوكس ومدخلين معاه حقنين المادة الوراثيه بتاعت مين؟ بتاعت المرض ده. تمام؟ بحيث ان هو ينتج تحصين واحد في عتتين بيسموه حتى بيسموه ريكامبالنت فاكسين او بيسموه ريكامبالنت شي كابري بوكس فاكسين. الريكامبالنت ده يدي مناعه ضد الاثنين، ضد طاعون المنشطات الصغيره وضد مين؟ وضد مرض الجدري. يبقى كده ضرب عصفورين بحجر. واحنا اسفين على البطاله، جزاكم الله خير.